شكرا إلهام، شكرا إيمان، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلاً طقس لطيف على معظم الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 31، الصغرى 20، الإسكندرية 26-18، مطروح 23-17، بورسعيد 26-18، الإسماعيلية 32-18، وجوها حار. أما بالنسبة للسويس 31-19، العريش 28-17، طابة 31-20، شرم الشيخ 34-25، الغردقة 32-23، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 35-22، أسوان 36-23، الوادي الجديد 35-23، شلاتين 33-24، حلايب 31-26، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.